الكرة الآن لمصلحة المجزل في محاولة طويلة جدا، ولكن اللي بعد يأتي. تعود الكرة الآن للضيوف وأصحاب الترشيحات، وخالد الرجيب يحاول الآن، ممكن جول. الهدف الأول يأتي الآن لهجر، هجر يسجل الهدف الأول ويحرز الهدف الأول. خالد الرجيب سجل، منتظر ربع ساعة الأولى، هجر ينهي كافة التفاصيل أو التوقعات حتى الآن في ظل المعطيات. الهدف يأتي بسهولة تامة جدا، باختراق واضح. فرق الإمكانيات كما قلت وفرق الأسماء موجودة لدى الفريقين، والهدف يأتي. السلام رايق خالد الرجيب، رايق على هذا الهدف، والهدف يأتي الآن. 1-0 لهجر، وهجر الآن يحرز التقدم، يريح الأعصاب كثيرا لدى نيبوشة، وبهدف ثاني ربما يقتل كل الآمال وكل الطموح لدى أبناء تمير.